وهذه الفقرة حق الناس اللي تحب الفنادق والمنتجات الجديدة اللي كل بين فترة وفترة تنزلها عندنا بوتيكات. هذا الله يسلمكم. فيتامين سي عبارة عن مبرد للجسم والوجه، وأيضا فيه عطر طبعا آمن. من اللي يستخدمونه؟ الناس اللي مثلا يطلعون وايد بالنهار، أو الناس اللي يروحون البحر يقدرون يستخدمونه أيضا على الوجه. فهذا البرودكت بنات عبارة عن مبرد للجسم والوجه وأيضا معطر. أنا بجربه وياكم. طبعا شكل الفيس ميست، الووتر ميست اللي نستخدمهم سواء من ماركات طبية أو ماركات عادية، دائما يحفظون بعلبة كذي. شنو اللي ميزة أمانة؟ أنا بطلت الرأس قبل أصور وشميته، ريحته حلوة تبنات. أول ما ترشينا ريحة كاكاو بعدها تصير ريحة عطر، وايد حلوة الريحة، وشوف قاعدة أشمها للحين يعني قوية. فمن اللي يستخدمه مثلا كنت مسافرة بالحر، يعني طالعة رايحة شالي رايحة بحر، تبين شيء يبرد على جسمك وبنفس الوقت يكون عطر، تدون اللي طقتنا الشمس تصير ريحتنا ريحة كتكوت. فهذا يسوي كولينج حق الجسم وبنفس الوقت يعطر. وايد حبيت الريحة. يا مساء الخيرات بنات، عايز اقول لكم ان انا نزلت عندي بالبوتيك هاي فيتامين سي. هاي بيعطي ريفرش للبشرة، للجسم، يعني اذا انت حاسه بالحراره تبع الجو حتى وانت حاطه ميك اب، هاي بيعطيكي شد للبشره وانت عايش للبشره، وبنفس الوقت دخله معطر خفيف بيحسسك براحه وبهدوء. البخاخ كتير 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 ممتاز. طبعا هو وصلني بقاله كم يوم استخدمته، تقدروا تستخدموه سواء انتوا حاطين ميك اب او انتوا مش حاطين مكياج، وبيمد البشره بالكولاجين. طبعا من مكوناته بنات بتلاقوا داخل ريحته الاورنج، التفاح الاحمر، والفانيلا والكراميل. فتخيلوا التركيبه كلها على البشره شلون قويه جدا وانت عايش قوي موت. تستخدموه بقول لكم زي يعني سواء كنتي حاطه ميك اب او من غير مكياج. البنات اللي مسافرين خلوه بشنطتكم مع درجات الحرارة تبع الجو تبع أي بلد أنتوا رايحينها، مجرد ما تحطوه على البشرة بتحسوا بانتعاش وببرودة على البشرة أو على الجسم، يعني حتى وأنتوا بتعملوا تان بتحسوا بالبرودة وبتحسوا أن أنتوا أبدا مش حاسين بحرارة الجو. شنو هذا؟ جد شنو هذا؟ وايد صدمني، وايد صدمني، صدمني 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 جماله. هذا الله يسلمكم مست حق الوجه والجسم، عبارة عن شيء مثل ماي مع فيتامينز. الماركة اسمها فيتامين سي، مو يعني فيتامين سي اللي هو الفيتامين سي، لا، عبارة يعني فيتامينات البحر، سي البحر المقصود فيها، عرفتوا؟ هو للوجه وللجسم، يبرد ويهدي حتى البشرة الحساسة، يعني مو بس مو نفس اللي احنا نستخدمه هذا الماي الرشة تشوي ونعنش، اوكي هذاك حلو، بس هذا صدمني انه معطر، ومعطر باشياء طبيعيه، يعني في برتقال وتفاح، بس هالريحه كلش ما حسيتها، لان لو انا حسيتها صدقوني ما راح يعجبني. وفي مسك وكراميل، المسك والكراميل ومعاه فانيليا بعد، هذول اللي تحسون بريحتهم، ريحه شيء لذيذ، ريحه شيء نوكل، ما شو اقول لكم، يعني انا ما شفت شيء منتج جميل وريحته حلوه، يعني شيء يغذي البشرة ويبردها ويهديها وبنفس الوقت يعطر الوجه والجسم. المنتج هذا يناسب جميع الناس، هو فيتامين للبشرة يهدي البشرة، مناسب للبشرات الحساسة. تطلعين مثلا وانتي بالسيارة حسيتي وجهك مختنق، تبين شيء ترديه للحيوية، عرفتوا؟ يبرد على وجهك، رشي عادي بأي وقت، تحطينه حق الجسم متى مثلا سويتي تان، في بنات وايد يسوون تان الحين موسم تان، تنتنتي خلصتي ترشينه على جسمك يبرد حيل يبرد، ومنها شم الريحة اللذيذة. طبعا هذا اللي تو حطيت لكم عنه هو تقريبا شنه ماي، تحطونه بالثلاجة، وكل ما يعني اذا تموت تطلعون راح ينادي راح ينطلع الجو حار، بس تاخذونه من الثلاجة تطلعون متى ما صار حر كذي، يعني احتريته كذي، بس تطلعون مجطتكم ترشون عليكم شي يعطي رفرش، وحيل بعدين حق التان عشان لا تحوشكم. اي بالمسرح لان كنا نتعب وايد، فكل ما هذا نرش بوينه،
حتى حق التان وايدين عشان لا تحوشكم ضربتين زي ويحكم تحطونه وايدين. طبعا هو في فيتامين سي اوكي يعني الحين انا للحين مو حاطته بمكان بارد ولما ترشونه وايد بارد ريحته باودر بس في نوع من انواع الفواكه خفيفه يعني وايد فريش ما ادري شنو المكس انا حاولت ادور مكونات مو كاتبين بس صدق ريحته تنن هذا اللي بيروحون الحين جزيره بيروحون مكان في بحر لازم يكون من ضمن الباكج اللي تاخذونه.